أرجع لسؤال الأخت الكريمة بتاع امبارح لما بتكلمني عن أصحاب السبت أو أهل السبت، أصحاب القرية دي، فقلت لكم إن هم اتقسموا 3 قبائل أو 3 فرق. الفرقة دي كانت بتعصي ربنا، والفرقة التانية ما كانتش بتعصي ربنا بس كانت بتذكر الفرقة اللي بتعصي ربنا وتقول لهم إن ده غلط، والفرقة التالتة كانت معتزلة بس ما كانتش بتعصي. وبعدين الفرقة اللي لما جم تعبوا جدا من الجماعة اللي بيعصوا ربنا، عملوا بينهم وبينهم سور، عملوا بينهم كده بين الجماعة الطائعين وجماعة العاصين، عملوا سور بينهم وبين بعض، وربنا مسخ العاصين دول قردة وخنازير. فخلاصة الموضوع انه ربنا مسخهم، هم قعدوا 3 ايام، قعدوا 3 ايام لا يأكلون ولا يشربون ثم ماتوا. اللي ربنا مسخهم قردة وخنازير قعدوا 3 ايام، ما لهمش نسل، يعني هم اصلا لم يتناسلوا، ما اتجوزوش وخلفوا وبقى لهم ولاد، ما حصلش الكلام ده. ولذلك ان سيدنا النبي عليه الصلاه والسلام يقول ان الله لم يجعل لمسخ نسل، المسخ ربنا ما يجعلوش نسل. فهنا لما احنا نيجي مثلا نقول لك اصل احفاد القرده والخنازير على اليهود مثلا، ده غلط، ما ينفعش. ليه؟ لان هم مش اولاد القرده، ولان اللي اتمسخوا ربنا موتهم بعد ما مسخهم ب3 ايام فما لهمش اولاد. لكن نقول اخوان القرده والخنازير، اخوانهم في ايه؟ مش اخوانهم اشقاهم، لا، اخوانهم لان هم بيعملوا نفس الافعال اللي عملها اللي ربنا مسخهم. ده بالنسبه للشق الاول من السؤال.